دوقي لي قلبتي فورا، قولي لي شو رأيك. عظيمة، هذا اسمه العذاب الحقيقي، بس ما حقدر آكله. ليش بقى؟ عاملة ريجيم. ريجيم؟ إيه أنتِ بالذات ما بدك ريجيم. شلون ما بدي حبيبتي؟ عشان الأستاذ فايز، ولو بعدين ما بتعرفيها لخالتك صباح، بكره النق وبكره النق، ما في غير بتقلي مامي حبيبي ديري بالك على ستايلك مشان ما تسمني، وخليكي رشيقة مشان عينه ما تمل منك، هي أكلت راسي عم بتعد علي اللقمة. هاتي هاتي المحلي، هاتي أمرنا لله، يلا يلا. على عين. وهرب من الدنيا الفضام كفاية عمري. اخرج يا جني اخرج. لا قول معايا عشان يطلع. اخرج يا جني اخرج. اخرج يا جني اخرج. مقتول ايه؟ يمكن عشان يطلع لازم عود بخور اكتر. هروح اجيب عودين وايد. جبتوا معي لفرنسا. عن جد عن جد كثير حلو. يعني شيء مرتب وكلاس. بس كأنه شايفة مثله بمحل كميلة. محل كميلة أول مرة بسمع فيه. لك مثله مثله هو ذاته. خنطق منطق، نفس الماتيريا. هلا كثير مشهور، كل الصبايا والبنات عم يشتروه لعندك. يعني فستانك كمان من عندها؟ حبيبتي هذا روبرتو كافالي، جاب لي اياه فيزو من ايطاليا. كثير خطبك مسبق بصراحه. انا بعرف انه القارب غالي. ما هيك بنات؟ ايه دخيله القارب، دخيله المصاري. مشان الله ما تواخذيني. بس يعني نحن اللي كنا مفكرين انه رنا اكثر وحده محظوظه بيناتنا. ايه وليش لحتى ما نفكر هيك؟ وهي صحتها فرصه زواج، ايه بتحلم فيها كل بنت. ايه لكان؟ ايه زوجها غني وناجح وبحبها وعم يدللها وطاير عقله فيها وحياتها قضتها باحلى دول العالم وفيلا فخمه ومحل تجميل بالبلد بياخذ العقل وكله هاي هاي. بس والله انا زعلانه على ابنها كثير كثير. ايه والله خالته ربو الاطفال ما بيرعب كل هالقد، فما في داعي نتحسر على رنا بهالطريقه هي. لك كيف ما بيرعب؟ اه والولد لا بيقدر يركض ولا بيقدر يلعب ولا بيقدر بيبذل اي مجهود. قال ما بيرعب. قال خالتي حبيبتي القصه مو بيموني ومرضه، القصه انه طلع جوزها عنده اولاد من مرته الاولانيه. يعني كل شيء حكي كانت تقلنا يا رنا من قبل عن حبه وولائه وعطفه عليها وحنانه، طلع هذا كله كذب بكذب. يعني هي ببساطه كانت عم تمثل علينا. يا حرام. لك ميرفت، ميرفت حاجتك بقى لا تحكي على رنا. رنا بحياتها ما كذبت على حدا مننا، اكيد القصه فيها انها. حبيبتي انت هيك بتفكري. عم يتوجع شيخ؟ لا يا حبيبي لا، ما في شيء حاجتك.
طمنيني لا تتأخري، ما بدي ينشغل بالي عليكي. يلا الله معك. طمنيني كيف صار؟ لا الحمد لله صار أحسن. الحمد لله يا رب. تعرفي شو؟ هذا كله من ريحة البخور، لأنه كان معبق البيت عبوق. يا علي صبي مثل الفل، سبحان الله ما بتكمل مع حدا. أي والله ما بتكمل مع حدا جد ولا مع حدا. مامي شيكي على تليفون البيت، بلكي في زوم متصل. لا ما له متصل، شوفي ليكون دقيق على موبايلك، وانتي من لهجتك بموني ما سمعتي الرنة. ايه لا ولا حتى متصل عندي على الموبايل. مشغول يا مامي، بيكون مشغول، الغايب عذره معه. ان شاء الله بغيب عنه 100 سنة، ما رح يفكر يرفع سماعة التليفون ويتصل فيني، عم يستناني لأنا اتحركشه. مشغول يا مامي، شبنا سارة؟ خطيبك فايز، رجال مقدر، ما له فاضي لحب المراهقين والنطوة ودقدقة التليفونات. يا حبيبتي يا مامي، الرجال ما بيعيبه إلا جيبه. بعدين يلي بده مصاري وعطور وتيورات من أشهر الماركات، بده تتركه يروح يشتغل، بده تنسى هالدقدقة والمسجات طول النهار. معك حق. نترك هاي القصص للمراهقات، خليني نكون أحسن من هالحبيبتي. ليكي سارة عزميه على الغدا بكرة، بدي سمعه كم كلمة مشان الجهاز والعرس. ايه بيكون ممتاز، بخيل الخبرة يا صبوحتي. ألو فيزو كيفك حياتي؟ عارف اني ماني عيان، انا حبيته قوي، ولو حصل له حاجه مش هسامح نفسي. والنبي يا تندرانا سامحيني، والنبي والنبي. حبيبتي انا بعرف انه مو بقصدك، موني اخوك مستحيل تاذيه. انسي حبيبتي، موني مريض بالرب، يعني ما لازم يشم ريحة قوية أبدا، ولا يركض، ولا يلعب ألعب عنيفة. أنت دايما قاعدة معه، عم تلعبي أنت وياه، أنت لازم تديري بالك عليه. بتلبسي بيجامة وبتنام ماشي؟ بابي بابي. أهلاً 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 حبيب قلبي. عرفت اللي حصل لموني؟ إيه اللي حصل؟ دي طنطيرانة كانت مشغولة عنه بأصحابها. صحيك يا نانسي لغايه دلوقتي. حد ينام الساعه 6 يا بابا. 6؟ 6 ايه يا بنتي؟ في الساعه 11 ونص. 11 ونص؟ وليه ما حدش نبهني ان الوقت متاخر كده؟ صباح الخير يا بابا، ده انا حتى هنام من غير عشاء. يا عيش الطحه. سرايدة ياسمين. نعم بابا. مدام رنا فين؟ مدام رنا فوق. طب حضر لنا العشاء. حاضر بابا. يا رنا، رنا، يا رنا، رنا، رنا،
حبيبتي. أهلين. ازيك يا قلبي؟ تمام. موني نام ولا ايه؟ نام من زمان. على فكرة أنا زعلان منك. ليش؟ ليه ما قلتلهاش تطلع تنام؟ أنا ما قلت لها تطلع تنام؟ بالعكس أنا نزلت لعندي لتحت وطلبت منها تطلع تنام، بس هي عملت حالها وسمعانتني وطنشتني. طنشتك؟ غريبة أوي. دي هي بتقول إنه نانسي! 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 قومي! ايه يا بابا؟ انتي صح ما رديتيش على طنط رنا لما قالت لك قومي عشان تتعشي وتنامي؟ انا؟ ان شاء الله يا رب اتقطع حتك كده واتعجن في الغلاط واتشيب على الشواية ان كان الكلام ده صحيح. تتشوي فين يا اختي؟ عالشواية يا بابا. عالشواية يا بابا. صحيح يا طنط رنا حضرتك قلتي لي قومي تعشي ونامي؟ انا اسفة يا بابا، اكيد ما سمعتش صوت طنط رنا، اصله نايم زيها. يلا حصل خير، تصبحوا على خير. نايم زيها؟ يعني البنت تشيل عالشواية؟ بس ما سمعتكيش يا حبيبتي، اتفضلي. صباح الخير يا حبيبتي. حنجري لك سلالة سل كهينة كهن لك فوق الخيال فوق الخيال. وانت شو الله جابرك تتحملي؟ غصب عني عم اقول لك رح انجلط. والله هلا لو كاتبه هيك شخصيه بمسلسل من مسلسلاتي ما بيقولوا اني عم بعلق. ليه طلعت بعندك؟ لا ترجع ستة من ألمانيا بالسلامة. وقت بقلكم الزواج مصيبة ما بتصدقوني. الله يمرق هالشهرين ثلاثة على خير بدون ما انجلط. لا رنا عم بالغي شوي. والله ما عم بالغ، بس الحق معكم ما تصدقوني، لأنه مين بيقول إنه هيك بنت فصعونة بيطلع منها كل هالحكي والتصرفات؟ تعرفوا؟ هلا بتشوفوا بعينكم وبتحكموا. رنا بعرفك طيوبة ولا اشتغل شغل مرت الأب؟ البنت لسه ما قطع عمرها 8 سنين، لساتها طفلة بريئة. صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يقبرني يا الصباح. زي حضرتك يا طن. اهلين يا روحي. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. ده ايه الصباح الجميل ده؟ شرفت ونورت والله العظيم. وانت يا قمر يا منور صباحك فل. ايه ده انتوا ما بتشربوش حاجه؟ ياسمين ياسمين ياسمين. شوي كده فرسان عشان نفطر مع بعض ويبقى ما بيننا عيش وملح ان شاء الله. يا اهلا وسهلا. كم حتة سكر يا قمر؟ تنتين تسلمي. لو حطيت 10 حتة الشاي ده مش هيبقى حلو زي مسلسلاتك اللي انت بتعمليها. يا حياتي. على فكره يا طارق احنا عندنا في مصر متابعين كل الحاجات اللي انت بتكتبيها للتي في، خصوصا مسلسلك الاخرين. كان اسمه ايه يا نانسي؟ كان اسمه ايه؟ كان اسمه طعم الحب. ايوه طعم الحب، كان عمل يجنن. والدكتوره كم حته سكر؟ 3. خليهم 4 عشان الشاي ده يبقى حلو زيك. ولا برج الحمل ما بيحبش السكر؟ لا لا، وانت شو عارفك انه برج الحمل؟ جمالك ورقتك بيقولوا كده. يسلمون يا قمر. يا وجميلة الجميلات عالية كم حتة سكر؟ انا واحدة بس. عشان الدايت. غريبة قوي، مع ان جسمك عامل زي جسم المانيكان. اتفضلي يا طن. يسلموا ايديك يا حبيبتي. وده بقى فنجان شاي حبيبة قلبي طنط رنا. اتفضلي. وحتتين سكر زي ما انت بتحب. شرفت ونورت. على فكرة يا طن انا جوه، لو عاوزتي حاجة قولي جزر جزر هتلاقيني عندك على طول. قلت لنا شوها البنت بتاخد العقل.
ده انت اللي قمر يا قمر حبيبة قلبي. شو هاد؟ بتعرفوا حاسة حالي عم شوف فيلم مصري لأنه رجلي ونعي معاك. بس للأسف رح كمل قطي فنجان شاي بشربه بحياتي وأحمل حالي وروح على المشفى لأنه عندي منار. يعني أنا كنت متعقدة من بنات أختي، بس هالبنت مو طبيعية، بتجنن. رنا بتجنن ما شاء الله عليها. أيوة والله بتجنن.